نشارك معكم الغاسول المغربي اللي تيكون مسقي بالاعشاب راه كيتباع في في الباكيات دوك الخضرين هنا غنصيبو مسقي بالاعشاب ورائع هنا غنأخد كميه كنحطها في الشمس حتى كتيبس ضروري شي 4 ايام كتحتاجوها ضروري هذه العمليه باش معكم غاسول تقريبا شي كيلونس الكمية ديال الماء اللي نحتاجها باش نسقي كناخد تقريبا واحد ليتر ونص تقريبا أو جوج ليترو كنضيف فيهم بابوناج كنزيد الريحان عندي قشور ديال الرمان يابسين السالمية ماشي بالضرورة تلتزمو بهاد الأعشاب ولكن اللي متوفر عندكم أنا كندير الخزامة كندير الورد كنضيف كذلك القرنفل وكنضيف كذلك عندي هنايا العرعار والصدر مطحونين ضفتهم ممكن تستعملوهم عاديين كندير اكليل الجبل اللي كان عندي كنزلو كن فوق البوطه على نار متوسطه حتى كيغلي وكنسد عليه ونخليه يطلق مزيان تقريبا كيبقى سخون واحد شويه ماشي دافي وماشي بارد كننزل داك الغاسول اللي تشمس ما قلت لكم بعد ربع ايام ديال الشمس او ثلاث ايام حتى كيولي يتهرز كننزلو في بانيو كننزل عليه واحد الشبكه وكنبدا نضيف هذاك الماء كامل عليه ومن لكن مشمش مزيان راه ملي غديروا لي الماء واخا لكم غمروا الماء بحال هكايا كتبداو تسمعوا واحد الفقاعات كتسمعوا واحد الصوت انا بدا كيشرب في الماء بقاو بحال هكا كما شفتو انا مقطعش لكم صورت لكم جميع المراحل صراحه راه كيجي ناجح هو رائعه ممكن ديروا الجسم ديالكم ديروا لشعركم راه اللي كيعرف المنافع ديال الغسول هو اللي غادي يعجبو هذا الفيديو كما شفتوه وكيبان لكم نشف نهائيا يعني تقريبا واحد نص ساعه ولا ربع ساعه بسرعه كيشرب هذاك الماء كامل اش كندير نأخذ كن هذيك الطنجره كنعاود ندير فيها الماء على هذيك الاعشاب وكنخليها تطلق شويه وكنزيدو عليه هاد المرحلة ما غاديش يشرب ليكم طبعا وغنبدا نخلط مزيان باش مثلا كانت شي حجره نحيدها ولكن هنا ما كانت عندي حتى حاجه اللي كيبان لكم كحل راه غاسول الغسل فيه انواع كاين اللي اللون ديالو مارو كاين اللي اللون ديالو كحال كاين اللي كيكون شويه باش شويه المهم راه انواع هو الغسول المغربي ملي كنخلطو كيولي كريمي وكنت معكم مزيان كندير واحد اللاطه و فيه وكن بحال اللي كنسرحو كندير واحد القشره رقيقه فهاد المرحله ضروري كنحتاجو الشمس كنطلع طلعوا للسطح تقريبا هنا ما منك واحد يومين الا الشمس حاره يومين تقريبا مع داك البرد والشمس كيبس كيبدا كيتشقق وكيتهز بكل سهوله من اللاطات غير نتوما ديرو قشره رقيقه ما هنا كيبان لكم راه باقي شويه ما يبش باقي كيبان لكم في داك اللون مارون راه باقي ما يبش مزيان ولكن في هذه المرحله غنصور لكم دابا صافي وجد بحالو بحال دوك كيكونوا كي في الساشيت غير هو هذا مسقي بالاعشاب وزوين بزاف كتجمعوه في شي بواطو ملي كتبغيو تشيو الحمام كتهزوا منو شويه كتضيفوا ليه سخون في الحمام ما كيحتاجش حتى وقت وما تنساونيش من لايك ومتابعه الى اللقاء